أهلا بكم إلى كلام بيروت. الضربة الأمريكية تقدمت عناوين الصحف التي أجمعت على أن ما بعدها مختلف عما قبلها، وتحذير من انعكاسات محتملة على دول الجوار وتحديدا لبنان. هذا الموضوع وغيره سأناقشه مع ضيفي إلي فواز المحلل السياسي. صباح الخير أستاذ فواز، أهلا وسهلا بك. بالطبع إضافة لموضوع الضربة الأمريكية عندنا المواضيع اللبنانية الداخلية التي تبدأ بمساءلة الحكومة ولا تنتهي بقانون الانتخاب. سنبدأ بالتطور الإقليمي المستجد بعد الضربة الأمريكية، كاريكاتير أرماه حمصي بجريدة النهار تحت عنوان الضربة الأمريكية في سوريا. رسم دونالد ترامب يكتب رسالة إلى من يهمه الأمر. لمن وجه دونالد ترامب رسالته من خلال هذه الضربة؟ لكتير ناس. أول شيء يعني بالتبسيط بالبسيط بالتحليل البسيط، هي عودة للولايات المتحدة بقوة على ملفات الشرق الأوسط. لكن حتى بس نفهم هذا الموضوع، نعم، يجب أن نعرف أنه من 78 يوم تحديدا دخل الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البيت الأبيض، نعم. شو كان فيه على الطاولة بهذاك الوقت؟ شو كان عنده على الطاولة؟ شو ترك له الرئيس أوباما على الطاولة؟ أولا ترك له فلسفة الانكفاء الأمريكي، أو ما سماها القيادة من الخلف leading by behind، وهو من عكس سلبا على الأمريكيين وعلى هيبة الأمريكيين في المنطقة، وانعكس سلبا على تعاطي الحلفاء مع الأمريكيين. ترك لهم إيران متفلتة من عقالها مع فكفكة فلسفة العقوبات عليها ودخولها إلى الساحة وهجومها على كل الحلفاء الأمريكيين. ولكن وكان الأخطر أيضا هو دخول الروس إلى المنطقة عسكريا، نعم، الذي عقد الأمور أكثر وأكثر. ثم العلاقات مع الحلفاء اللي تدهورت بشكل دراماتيكي مع الرئيس أوباما، إن كان الحلفاء، نعم، التاريخيين أي إسرائيل، نعم، ولا الحلفاء التقليديين من الدول العربية وحتى تركيا. دخل الرئيس أوباما وعلى طاولته هذه الملفات كلها وهذا الوضع الأمريكي فيما يخص المنطقة وفيما يخص الشرق الأوسط بالذات، لأنه هذا هو الموضوع. أول عمل عمله الرئيس ترامب هو أول شيء إعادة التواصل مع الحلفاء، إن كان إسرائيل ولا كان الدول العربية ويمكن تركيا يلي ما زال عنده مشكل معه فيما يخص الأكراد طبعا، ولكن هناك تواصل. هذا أول ما بدأ، وبين بالزيارات اللي بالاستقبالات بالبيت الأبيض، كان مع حفاوة الاستقبال لمحمد بن سلمان، نعم، ولا إعادة ترميم العلاقات مع بنيامين نتنياهو، ولا القيادات العربية من ملك الأردني إلى الرئيس العربي. هذا أول عمل قام فيه. ثاني عمل قام فيه هو إعادة الاعتبار للبنتاغون ودخول البنتاغون مجددا إلى قلب السياسة الأمريكية. أي نحن ما منقود من الخلف، عندما تفرض الظروف علينا أنه لازم نتدخل عسكريا سنتدخل عسكريا. يعني أستاذ إلي، يعني ما لا صحة لما كان يقال أنه بالنهاية السياسة الأمريكية وحدة والاختلاف إنما هو في التكتيك. يعني في سياسة تغيرت جذريا بعد وصول دونالد ترامب؟ في سياسة تغيرت، وأعتقد الأساس التغيير هو أنه القيادة من الخلف والانكفاء سينعكسان سلبا على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ما تعودت انها تقود من الخلف او تجلس في الصفوف الخلفية، ما تعودت الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تبادر، الولايات المتحدة شرسة، ان كان بالعسكر ولا ان كان بالسياسة ولا ان كان بالتكنولوجيا ولا كان بهوليوود ولا كان بحيالله مجال تدخل فيه، منا معودة. وعلى فكرة بعتقد أكثر شخص قدر يعني يحلل الرئيس أوباما هو كيسنجر في آخر مقابلة عملها معه جيفري جولدبر ببلومبرغ، حيث قال ما بما معناه أنه الرئيس الأمريكي أي أوباما يستحي بأمريكا. وهذا الأمر بعتقد يلي انتفضت عليه جزء منه، أكيد انتفضت عليه الولايات المتحدة. وما تنسي الشعار دونالد ترامب
لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. نعم يعني عودة great again. طبيعي. اليوم سفير السابق دكتور عبد الله أبو حبيب بيقول لجريدة الجمهورية أنه في مجموعة رسائل هم بالعودة للكاريكاتير. نعم. أبرز أن استعمال الكيميائي ممنوع، مقولة ترامب أن بقاء الأسد أم رحيله مسألة يقررها الشعب السوري تبدلت، وكذلك لا حل للأزمة السورية من دون أمريكا وحلفائها. طبعا. هل فقط هذه هي الرسائل أم أن هنالك غيرها؟ لكن طبعا هذه العناوين الكبيرة في سوريا بالذات وفي ما حصل، لأنه صار في تغيير، إذا لاحظت تغيير سريع جدا بالموقف. نعم يعني مسألة أيام. أيام من يومين بيطلع وزير الخارجية ويقول ما قاله، وسفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة كمان تقول شيء في هذا الاتجاه، انه الاسد ويجب ان نتعامل معه، يقرره الشعب السوري. فجاه صارت الضربه. اذا بتلاحظي كان اول من ندد او من الاوائل من نددوا بهذه الضربه كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصبح التغيير من هناك وبالرايح باللهجه الامريكيه. يعني الولايات المتحده تبعت اسرائيل بهذا الموضوع؟ يعني نرجع منقول أهم شيء عمله الرئيس أوباما هو التقارب مع حلفائه باليمن، تقارب وساعد وعم بيساعد المملكة العربية السعودية. نعم. في حربة في اليمن. أما في سوريا فما فينا نشوف الحرب التي تجري في سوريا من خارج إطار الصراع الإيراني الإسرائيلي، وهو نعم. إطار مهم كتير، وهو صراع مهم كتير، إذا لم يكن الأهم في هذه الصراعات وهذه الحروب التي تجري في سوريا. الرئيس ترامب نعم. متفق تماما مع الخطوط الحمر اللي وضعها ويضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يخص سوريا، هو يتناغم معه ويدعمه في هذا الإطار. والخطوط الحمر واضحة في خطوط الحمر يلي وضعها بنيامين نتنياهو أصبحت واضحة للجميع، وهي سوريا ممنوع تكون منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية والحزب الإلهية تجاه إسرائيل، وممنوع انتقال السلاح الاستراتيجي إلى حزب الله. إلى حزب الله. هاو الخطوط الحمر، وأحد الرسائل هي الموجهة إلى بوتين وإلى روسيا. هذا هناك تفاوض، تفاوض بنيامين نتنياهو عندما ذهب إلى روسيا وجلس مع الرئيس بوتين وشرح له شو هو الأمر، وهلأ صارت حشته أقوى بمجيء ترامب لأنه هو مدعوم بالكامل من الرئيس الأمريكي الجديد. واليوم واحدة من هذه الرسائل هي هالمفاوضة التي تجري حول الخطوط الحمر، حول ما هو مسموح في سوريا وهو ما هو ليس مسموحا في سوريا. طلعي شو قالت امبارح نيكي هيلي، يعني نعم. السفيرة للأمم المتحدة، قالت نحن مستعدون إلى أكثر، فلا تجبرونا الذهاب إلى جورج سولاج اليوم بافتتاحية الجمهورية عنونا على قول ترامب لبوتين: لا تمزح معي، قواعد اللعبة تغيرت بعد الضربة. وأيضا خليل خوري بالشرق كتب عن أو سأل: هل هو عرض عضلات وانتهى أم بداية لمرحلة مفاجآت؟ هل فينا نقول أنه هذه بداية لنهاية الأزمة في سوريا أم من المبكر الحديث عن ذلك؟ عم بلك أنا برأيي طبعا في هناك تفاوض يوم عم بيجري بسوريا، فإذا قبل الفريق الآخر اليوم على ترامب السقف قال أنا مستعد أن أذهب إلى أبعد من ذلك، هذه نعم. ضربة وهذا تحذير، وطبعا من وراء هذه الضربة وهذا التحذير لدى ترامب أكيد مطالب. فإذا استجاب الفريق الآخر يعني بنكون عم ننتقل من الأزمة إلى مكان آخر. ولكن هل هذه هي النهاية؟ بعد بكير، عن جد بعد بكير لواحد يقدر يستنتج أنه هذه هي نهاية الأسد وهذه نهاية الأزمة في سوريا، لأنه صارت معقدة. ما تنسي الرئيس أوباما عقد بشكل بمجرد إدخاله الروس إلى المنطقة عسكريا. نسي قصة الروس إذا اقتصادهم منيح ولا اقتصادهم مش منيح، بالنهاية كلاعب أساسي في المنطقة رتب تداعيات. الروس عنده سلاح نووي. هذه قوة الروس، لا بالبرجات تبعيته ولا بالعسكر تبعه ولا بالطيران تبعه.
هو قوة نووية، فهل تريد أمريكا أن تواجه هذه القوة النووية وكيف ستتصرف؟ بعد بكير كتير واحد يقدر يستنتج. شوف أنت تصريحاتهم، شوف هن كيف كمان بدك تشوف هن كيف بدهم يتفاعلوا مع هذه الضربة، كيف بده يكون الرد. الأستاذ رفيق خوري لنختم، هل فكرة تحديدا بالأنوار بيشوف أنه بعد الصخب العسكري هنالك اندفاع واشنطن، يرى اندفاع واشنطن وموسكو جديا بترتيب الحل السياسي للأزمة السورية؟ ممكن اليوم بده يفكر الإيراني وبده يفكر الروسي، صار عندهم نوع من مكتسبات في هذه المنطقة، أو إذا بدك تقليل للخسائر، لأنه قبل كان عندهم كل سوريا، اليوم صار عندهم جزء من سوريا، فهي تقليل للخسائر. يتقاسموه يعني. بدهم يكونوا هل بده يكونوا واعيين ومنطقيين ويقولوا طيب عظيم، تعا صار عندنا اليوم رئيس، أو صار عندنا ولايات متحدة مختلفة لا تريد أن تقود من الخلف ولا تريد أن تنكفي، أن تهادن ولا تهادن، هي نعم. موجودة على الطاولة ورسالتها 59 صاروخ توماهوك كان واضح، فمنتفاوض معها ومنشوف شو عندها ومنتفق، ولا منروح إلى أبعد إلى المواجهة. فأنا لا أعتقد أنه أحد يريد أن يواجه الولايات المتحدة اليوم وهالعظمة وهالقوة العسكرية، خاصة نعم. بسوريا. يعني هل يعني الروس رح يروحوا ويخاطروا ويواجهوا الأمريكيين في، وطبعا الأمريكيين كمان ما بدهم هذه المواجهة، بس ولكن علوا السقف وقالوا نحن مش خايفين. بأي حال المواجهة للأسف يعني لا تتم إلا بدماء الشعب السوري، وهو ما عكس وكاريكاتير الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان النظام السوري وحلفاؤه يرسمون خريطة سوريا بدماء الشعب السوري. يعني بنشوف أيادي وعم بيرسموا خطط بدماء الشعب السوري، عم بيقسموها بالحبر، عم بيقسموها. بعد الفاصل لفت اليوم تحذير من أكثر من صحافي قريب من حزب الله وبعيد عنه من انعكاسات محتملة على لبنان ومن وجع راس إسرائيلي. بعد الفاصل رح نتوسع بهذه الفكرة، وسينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف معالي الوزير الأستاذ معين المرعبي. نعود لمتابعة كلام بيروت. قبل ما ارجع كمل معك استاذ الي فواز الفكرة اللي كنا طرحناها قبل البريك بخصوص التداعيات المحتملة والخوف من ان تكون هناك انعكاسات على لبنان تحديدا لقراءة المشهد السياسي في المنطقة وتاليا في لبنان، ينضم الينا مباشرة عبر الهاتف معالي الوزير الاستاذ معين المرعبي. صباح الخير معالي الوزير. صباح النور لألك ولضيفك وللجميع. العنوان المتعلق بالضربة الأمريكية اليوم بالصحف ترافق مع تحذير أو خوف وخشي من أن تكون هنالك انعكاسات على دول المنطقة وتحديدا على لبنان، ما تعليقك؟ يعني الانعكاسات وردت بأي لحظة وبأي وقت، وكل الوقت نحن بتعرفي يعني هالنار المندلعة حوالى لبنان بالمنطقة بأسرة، طبعا كليته هذا يعني بيؤدي الى انه الشعور بانه ممكن هذا الحريق يمتد الى البلد، ما في شك. ولكن يعني حتى الان ابدا لبنان يعني حقيقه تماسك، ويعني ابدا وعي الى حد ما بالنسبه لمنع اندلاع يعني هكذا امور. هلا اذا بده يصير في اعتداءات او بده يصير في تدخلات خارجيه نعم. من الخارج الى الداخل موضوع تاني بقى بصير شكل تحليلات، يعني تحليلات يعني ما بعتقد انه انا قادر اعملها. لا بس شكل من اشكال الانعكاسات يلي عم ينحكى عنها معالي الوزير هي انعكاسات ربما سياسيه، وتحديدا بموضوع قانون الانتخاب يلي من المفترض ان تكون جلسه يوم الاثنين مفصليه. هلا اذا بدك تعتبري انه هذا مبرر لحتى يعني يكون في اي تغييرات او اي يعني علاقة نعلق فيها عدم يعني مثل بقولوا إجراء انتخابات أو نعلق عليها تمديد معين أو إلى آخره، ما في مشكلة فيك تحطي 100 سبب منهم هذا السبب جديد هلا، وطبعا هو سبب خطير يعني بهذا الموضوع. بس ولكن يعني حقيقة بالنسبة لموضوع يعني قانون الانتخابات
يعني حقيقه بالبلد بدنا نقرر بدنا نعمل انتخابات ولا لا. اذا كان بدنا نحن انتخابات نمشي بالموجود لفتره محدده، يعني منا مسكره مثل ما بيقولوا. نعم. بمجرد ما نتفع عنون انتخابات بنرجع بنسكر هالدوره هيدي وبنرجع بنفوت بانتخابات جديده، هيدا اذا كنا جديين. اما اذا كل يوم بدنا نيجي نخترع قصه لحتى يعني مثل ما بيقولوا نبرر امور معينه، موضوع ثاني. واليوم بصراحه الامور هي امور مخصصه اكثر ما هي مثل ما بيقولوا قوانين عادله. القوانين العادله ما بتصير بين ليله وضحاها، ما بتصير بالضغط بهالطريقه هي. تفكر بطريقه عقلانيه وتحليليه وموضوعيه ويتم العمل عليها. بالطريقه اللي هلا ماشي الامور هي عمليه يعني منو قانون انتخابات، قانون مخصصه بكل صراحه. هل صحيح انه تيار المستقبل وافق على النسبيه الشامله مثل ما عم بيطالب فيها حزب الله؟ شوفي يعني بعتقد الرئيس الحريري عمل كل اللي لازم وتقدم للاخر من خلال انتخاب يعني ميشيل عون. نعم. فكمان على الاخرين ان يلاقوا الرئيس الحريري الى مكان ما بيؤدي لمصلحه لبنان، اذا هن فعلا بهمهم مصلحه لبنان. نعم. اكثر من هيك انا مش رح اقول. وبالنسبه بالموضوع المتعلق بمساءله الحكومه، هل تعتبر انه خرجت الحكومه منه بنجاح؟ يعني انا بعتقد انه حكومه صارت 3 شهور يعني ابدت يعني مثل بيقولوا مخططاتها للعمل بالمستقبل. بعتقد انه طبعا خلص يعني خرجت بنجاح لانه حطت خطط. يعني باول مرحله باول 3 شهور الواحد ما بيقدر ينجز اكثر من اللي عمل. فالمخططات اللي انحطت على الطاولة واللي انشغل عليها حقيقة مخططات أنا بقلك بكل صراحة كتير كويسة، لكن العبرة بالتنفيذ وبالشفافية. نعم. ويعني بمنع الهدر ومنع أي يعني سرقات أو أي أمور من هالنوع قد تكون يعني بعضها مستمرة من العهود السابقة، وهذا حقيقة دورنا نحن ودور المجلس النيابي. نعم. بأنه يراقب ويحاسب. هل نحن بصدد جلسة الأسبوع المقبل من أجل التمديد بعد ما يكون تم بإذن الله التوافق على قانون انتخابي؟ بدنا حدا ببصر لحتى لأنه انتهت المهلة هي بتقول إذا إيه ولا لا. أنا مش أنا يعني حياة بهالبلد هذا كله وارد. فأنا بصراحة بتعرفي ولا مرة أنا قلت لا هيك ولا هيك، وأنا ما ببصر بصراحة. خاصة بلبنان لا يمكن الواحد يعني يحكي منطق بصراحة. وقلت لك انا من قبل شو رايي بهذا الموضوع، بمشي بالستين لاول فتره لاول مرحله لاول اتفاق بنعمله بنوقفه وبنعمل انتخابات، بتنتهي المهله تبعيته وبنعمل انتخابات، هذا اذا نحن بهمنا الديمقراطيه، واذا فعلا نحن بدنا ناخذ وكاله عن الشعب بالقوه ونمدد لحالنا، هذا اذا كنا نحن موضوعيين، واذا فعلا ما بهمنا المحاصصه، واذا كان فعلا نحن بدنا نمشي براي الناس. مش بانه نفرض على الناس حصص معينه تقسيمات معينه الى اخره. هذا بكل صراحه بكل موضوعي. هل في فريق لبناني اليوم مش من مصلحته تصير الانتخابات النيابيه؟ ايه يمكن اكيد اكيد في ناس مصلحتها ما تصير انتخابات نيابيه. طبعا طبعا. ما فينا ما نسالك اخيرا معالي الوزير عن مؤتمر بروكسل وحضرتك يعني شاركت فيه وكنت ناشط كمان بالمشاركة، هل أرضى طموحك مؤتمر بروكسل وكيف رح تتابعه كحكومة لبنانية ما انتهى إليه أو ما أسفر عنه؟ يعني ما في شك أنه مؤتمر بروكسل كان مؤتمر كتير كويس وكتير جيد ويعني نعول عليه بشكل كتير كبير، وحقيقة في جهد كبير وسجل الرئيس الحريري عملوا بالنسبه لهذا الموضوع. نعم. ووضع شغلتين اول شيء. اول شيء اللي بنسميه بوليسي بيبر، يعني خطه الحكومه السياسيه تجاه ازمه النزوح. واللي تقريبا نحن توافقنا على اكثر من 95% منها. رقم 2 نحط يعني مخطط تنموي مالي من اجل بناء البنى التحتيه في البلد. و يعني طلعنا على بروكسل، طلع الرئيس الحريري طلعنا معه بهذا الموضوع وشرحنا للمجتمع الدولي عن حاجات لبنان وكيفيه المساعده بحل ازمه النزوح من خلال بناء
البنى التحتية في البلد، خاصة بالمناطق اللي فيها يعني النزوح الكثيف. نعم. يعني بعني عكار، بعني بعلبك الهرمل، الشمال والبقاع بشكل خاص إلى آخره. نعم. ف يعني هاي المناطق أساسا ما فيها بنى تحتية، مي، صرف صحي، طرقات تعبانة، مدارس غير كافية للبنانيين، فما وبالأحرى شو يعني بالنسبة للسوريين، مستشفيات حكومية مثل ما قلنا كمان يمكن ترقاب، وضع الكهرباء فيها والشبكات وملاحقة يعني بهذا الموضوع. وبالتالي نحن إذا كان المجتمع الدولي ساعدنا بتمويل هالبنى التحتية على أساس مليار لمليار ونص بالسنة بالنسبة لهذا الموضوع، نحن بنخلق 50,000 أو 100,000 فرصة عمل بالسنة بهذا الموضوع، يشارك فيها اللبناني كما يشارك فيها السوري. نعم. عالجنا الأزمة بطريقة كتير ذكية وكتير مفيدة، وساعدنا مجتمعين. يعني الدولار اللي عم يصرف مش عم يساعد بس اللبناني، لكن عم يساعد كمان السوري النازح. وهون بدنا نقول نحن الرئيس الحريري بيّن للكل وبيّن للمجتمع الدولي بأنه هالمسؤولية هي منا مسؤولية لبنان البلد الصغير. نعم. الأربع مليون مسؤولية شخص. كل المجتمع الدولي. نعم. مسؤولية كل المجتمع الدولي وليس فقط مسؤولية لبنان. المجتمع الدولي ولا يمكن. نعم. لبلد صغير مثل لبنان يعني عليه 75 مليار دولار دين وكلفته يعني الأزمة السورية حتى الآن 15 أو 18 مليار دولار. نعم. أن يتحمل المزيد والمزيد. نعم. وعلى المجتمع الدولي اللي فيه مليارات البشر واقتصادات مهمة جدا، عليه أن يقوم بمسؤوليته تجاه هذا الموضوع. نعم. وحذر الرئيس حقيقة من أنه نعم. يعني معالي الوزير بهذا الموضوع. نعم. يعني سيؤدي إلى انفجار يعني لا يحمد عقباه. نعم. بأي حال نحن بدنا يعني نرتب معك حلقة بالاستوديو لنحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع. بدي أشكرك شكرا جزيلا على المداخلة معنا، أهلا وسهلا بك. رح أرجع معك للموضوع اللبناني، ولكن لنكمل يعني ما نحكى اليوم عن انعكاسات محتملة من بعد الضربة الأمريكية. جريدة الأخبار أول شيء بالمانشيت عنونت على مغامرة ترامب عودة الغزاة، وكتب إبراهيم الأمين: ما فعلته أمريكا سيجلب ردا واضحا وصولا للمواجهة الشاملة التي لا مفر منها. من ما هنا يعني التحذير برأيك؟ مواجهة شاملة لمين مع مين؟ هذا هو السؤال. بعيدا عن الشعر، عن جد بعيدا عن الشعر والمفردات اللي بنستعملها، وفجأة هلا قامت القوميات من ثباتها العميق فيما يخص سوريا، بعيدا عن كل هذا الأمر، أمريكا قوة عسكرية. نعم. لا يستهان بها، وهي الأقوى في العالم. واحد، المواجهة لا أعتقد أن الروس سيذهبون إلى مواجهة الولايات المتحدة. طبعا هناك عم بيصير فيه مثل ما قلنا مفاوضات، هناك مطالب أمريكية، أما أن تؤخذ بها أما أن نذهب تدريجيا إلى يعني بدهم يعلوا السقف، بدهم يعلوا التدخل، وهذا ما قالته بوضوح السفيرة نيك هالي. وأيضا ما فينا ننسى أنه هي اتهمت الروس ربما بالضلوع في هذه الهجمات الكيميائية. إذن الأمريكي عاد، هذا بخوف. أما المواجهة الشاملة فلا أعرف من سيستطيع أن يواجه الولايات المتحدة في أي حال. نعم. يعني حتى بمقال تاني بالأخبار ليحيى دبوق بيقول: وجع راس ينتظر إسرائيل. وروزانا أبو منصف كمان بالنهار تقول أنه الضربة تكتية ولكن حذر الانعكاس على لبنان. هل علينا أن نخشى في لبنان من تطور ما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ لكن إذا بتقري الصحافة الإسرائيلية وتستمع للمحللين الإسرائيليين من عم بيحكوك عن موعد الحرب الآتية. يعني نعم. الحرب يعني آتية، وهن يتكلمون عن الحرب الآتية على الموعد، أنه بتجي هلأ بتجي بعدين. ومن دون أي شك أنت لاحظت من آخر ثلاث تجمع صار فيه تصعيد في اللهجة الإسرائيلية. يعني ما يحذر منه الصحف صحيح أنه إسرائيل تريد شن عدوان على لبنان؟ إسرائيل تريد تحقيق أهدافها في سوريا وفي لبنان. كيف ممكن يتصدى لبنان؟ يتصدى لشو؟ لهذا للحقول دون أن تكون هنالك
ضربة عسكرية عليه أو حملة عسكرية لا يستطيع عليه. لبنان، لبنان الرسمي لا يستطيع، ما لبنان لا يستطيع، ما شو بده يعمل لبنان يعني. اللبنان الرسمي الذي لا يسيطر على كامل الأراضي اللبنانية وما عنده بيقدر يردع أي فصيل أنه يكون بهجوم أو ما يكون بهجوم، وهو منه موجود حتى بسوريا. ما هي القصة ما بقى قصة بس مرتبطة بلبنان، ما تداخلت الحدود إلى في بين لبنان وسوريا وأصبح في وجود هنيك وفي وجود هون، أصبحت اللعبة شوي أكبر من لبنان. نعم، ولكن الاستقرار الموجود بلبنان واللي يقال أنه في مظلة إقليمية ودولية هي تظلله، هل ممكن يكون مثلا حان الوقت لتغيير هذا الواقع؟ ربما يعني من مصلحة من اليوم تغيير هذا الواقع؟ نرجع منقول في طلبات أمريكية إسرائيلية وفي أيضا حلفائنا، نحن عم نركز على إسرائيل لأنه هي معنية بالشأن اللبناني ومعنية بالشأن السوري، ولكن أيضا العرب معنيين بالشأن اليمني. طيب ما يحوب اليمن شو؟ ما عم بيصير فيه تغيير جذري؟ ما عم بيصير فيه مساعدة غير مشروطة من الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية من أجل إنهاء الأزمة اليمنية؟ التوجه هو إلى تقليص نفوذ إيران في المنطقة وأيضا تقليص النفوذ الروسي في المنطقة. إذا قبلوا كان به، إذا ما قبلوا فليكن، إذا نحن قادمين على حرب في لبنان وفي سوريا وفي غير شكل من أشكال الانعكاسات أضاءت عليه سلوى بعلبك اليوم بالنهار بالقول أنه العقوبات الأمريكية على حزب الله هي مطلع الشهر المقبل، المصارف متخوفة وتدعو إلى اتصالات لتجنب التداعيات. ممكن يكون شكل من أشكال الضغوط أيضا، لم يتوقف المالية الاقتصادية، يعني مش ضروري تكون عسكرية وأمنية. تفاجأنا نحن، هذا المسار لم يتوقف، وهذا المسار في يد الخزانة، وزارة الخزانة الأمريكية، هذا لم يتوقف يوما. امبارح وقفوا قاسم تاج الدين، امبارح طلعوا عقوبات من 3 جميع 4 جميع، طلعوا عقوبات على شركات يملكها ايرانيين وبتشغل لبنانيين. هذا المسار لم يتوقف منذ ان بدا، فما حدا يتعجب. هذا مكفي بغض النظر عن السياسه الامريكيه او عن ضربه ترامب، مش مرتبط هيدا هيدا مسار بلشته وزاره الخزانه الامريكيه وهو مكفى ولن يتوقف. كل ما ازدادت حماوة الأوضاع، بتقول جريدة المستقبل، تبينت أكثر فأكثر أهمية المحافظة على الاستقرار الوطني اللبناني وعلى وتيرة التهدئة القائمة وأهمية الدفع باتجاه التوافق، يعني أكان بموضوع قانون الانتخابات أم غير ذلك من قضايا وهموم وطنية كبرى. لو فرضنا أنه تحسين الداخل بتم من الناحية السياسية من وراء المناقشات والسجالات، استاذ إلي، هل انت متفائل بذلك بالحد الادنى سياسيا؟ يعني بالحفاظ على الاستقرار في لبنان. نعم، لحديت هلا الاستقرار الداخلي يعني مبين انه متماسك، لنقول بالحد الادنى، ولكن متماسك مش لانه في رضا من كل من جميع الافرقاء، ولكن لانه في فريق بلبنان قرر انه بهالمرحله هاي ربما يتنازل عن بعض حقوقه من اجل الاستقرار السياسي، اذا بدك تسميه استقرار سياسي، وفي فريق عم بيفرض الاجنده تبعيته على باقي الفرقاء، فهو بيستعمل هذه الذريعه انه اذا ما قبلتوا معي في هذا الاتجاه فنحن جينا من ميل جينا التطرف المتطرفين، ومن ميل تاني اسرائيل، ومن ميل والفريق التاني لحديت هلا يعني ماشي معه. سالت معالي الوزير عما اذا كان صحيح كلام الصحف عن ان تيار المستقبل بيمشي بالنسبيه مثل ما عم بيطالب فيها حزب الله، فما بعرف اذا انتبهت على جوابه، قال انه قدم اقصى ما لديه بانتخاب الرئيس عون. هل فينا نستنتج انه الجواب سلبي بهذا الإطار؟ تعرفي بلبنان ما حدا كان منتظر أنه يكون الرئيس عون رئيس جمهورية لبنان، فبلبنان تعرفي كل شيء ممكن وبيدخل في على الطريقة اللبنانية على الطريقة اللبنانية، ولكن من دون أي شك أنه تيار المستقبل واقع بين شقوفين، بين شقوف حليفه المسيحي يلي بالفعل عنده مشكلة بالانتخابات وبإنتاج قانون الانتخابات يتعلق بالديموغرافيا تحديدا. نعم، في مشكلة كتير كبيرة بلبنان، المسيحيين إلى تضاؤل
وعندك تقريبا حسب استطلاعات حسب ما بيخبرنا ابراهيم الامين كل مده بجريده الاخبار انه هن يا 25 يا 28%. المشكله الاساسيه تتاتى انه هال 28% بدهم ينتخبوا 50% من النواب وعم 70% بدهم ينتخبوا 50% من النواب. هذه تخلق مشكله كبيره كثير على صعيد قانون الانتخابات. نعم. وإذا ما واجهت هذا الأمر بعقلانية، يجوا المسيحية ويجوا الإسلام وقالوا هذا هو الواقع، فلننتج قانون عادل للجميع للجميع ومرة واحدة، مش كل أربع سنين بدنا نرجع نعد كم في واحد مسيحي وكم في واحد مسلم ونرجع نعمل انتخابات قانون انتخابات على هذا الأساس. هذا بلد ما بيمشي هيك، ما بيصير، ما ممكن يمشي هيك. بعد الفاصل رح نحكي بالموضوع المحلي اللبناني، إنما بختام هالقسم من وحي الربط بين الضربة الأمريكية والوضع السياسي بلبنان، كاريكاتير جريدة الجمهورية عنوانها بعد الضربة الأمريكية لسوريا، اللبناني عم يخاطب اللبناني الثاني بيقول له شفت الصواريخ طايرة على سوريا، بيرد عليه لا شفت الانتخابات طايرة من عنا. عندك تعليق قبل ما ناخذ البريك؟ ان شاء الله ما تطير يعني شو بعد الفاصل، أو ما تفقع مثل الصواريخ، أو ما تفقع مثل الصواريخ اللي قاعد بسوريا. بعد الفاصل بنحكي أكثر عن هالموضوع والمواضيع المتبقية، لحظات ونعود. الأنظار تتجه إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، حيث مثل ما قالت رئيسية النهار هنالك اندفاع لتحويل هالجلسة لبداية اختراق للأزمة، وليس أن تكون شرارة أزمة أكبر على النحو الذي تبارى معظم النواب في التحذير منه. كنا عم نحكي عن الطريقة اللبنانية قبل البريك، هل طريقة بالوقوف على حافة الهاوية تتوقع أن كمان يصير نفس الشيء بموضوع قانون الانتخاب، أم أن هنالك من يخطط لأن تذهب الأمور فعلا إلى الفراغ الكامل بهالمرحلة هاي؟ بعتقد يعني التعقيدات الموجودة بالخارج من حوالينا والحروب والتعقيدات الموجودة بالداخل من ضغط اللاجئين إلى ضغط الاقتصاد اللبناني، مع أننا مشكلة كتير كبيرة بالاقتصاد اللبناني، أعتقد أنه ما بيناسب حدا اليوم أنه يوصل الأمور إلى الهاوية، وأنه ما عنا الترف أنه نقعد كلياتنا سوا ونرجع نحدد شو هو النظام اللي بده يصير بلبنان. لا إلى الهاوية أو إلى تأسيس معين، يعني كي لا يقال مؤتمر تأسيسي حقيقة. تأسيس واقع معين. المؤتمرات التأسيسية اللي عم بتصير من حوالينا عم تجرى على وقع الدم والحروب والقتال والقتل. نعم. وإلى ما هنالك، واي مؤتمر برايي تاسيسي بده يكون في لبنان فبده يتبعه طبعا هذا النوع من القتال. اللبنانيين منهم بوارد يفوتوا بقتال من اجل تعلموا عبر الحرب. ان شاء الله ان شاء الله ما بعرف، بس نحن على ابواب ذكرى 13 نيسان طبعا. يعني اليوم الاستاذ احمد الغز قال يلي عم ينعاش اليوم هو 13 نيسان، مثل لبناني على سوري على يمني على عراقي، انه يشبه 13 نيسان، بتشبه اللي عم بيصير بالمنطقة اليوم بما جرى في ذلك النهار؟ بتعرفي كل بلد له عن جد له خصوصيته، وأنا يعني ضد هذا التعميم. يعني طبعا سوريا فيها سني وشيعي، ولكن فيها كمان كردي وفيها صراعات عقائدية، يعني منا هي يعني التبسيط في هذه الأمور أوقات بضر بالصورة الكبرى وما بعود فيك تقشعي مظبوط. ولكن على كل الأحوال أنا برأيي أنه بلبنان لا حزب الله ولا غير حزب الله بهمه أنه نحن نوصل لمطرح نصير في فراغ، لأنه أصلا ما حدا هلأ مهتم بهذا الوضع في لبنان، ومنا بأيام التسعينات والطائف حيث كل الدول كانت راكدة لتشوف كيف تحل الأزمة اللبنانية والحرب اللبنانية وتوقف الحرب اللبنانية ونروح بعدين على الطائف. ما حدا مهتم انه لبنان يوصل لهالمرحلة هاي، في امور اخرى اهم بكتير، في سوريا، في اليمن، في ليبيا اللي ما حدا بيحكي عنها، في العراق، في امور كتير كتير اكبر من 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 هذا البلد. يعني بكل بساطة اللي مطروح على الطاولة اليوم هو اقتراح الوزير جبران باسيل، وكان انحكى بموضوع قانون الانتخاب انه التيار الوطني الحر ينتظر جواب حزب الله. اليوم الاخبار بتقول تبلغ الوزير جبران باسيل جواب وموقف حزب الله، و خلاصته أن لا موافقة على اقتراحه بلا
تعديلات، منا انه تكون النسبيه شامله، منا انه الصوت التفضيلي وغيره. هل فينا يعني هون سؤالي، ليش حزب الله ما مشي باقتراح الوزير جبران باسيل طالما انه التفاهم يلي بيجمعه بالتيار وحتى بالرئيس عون هو تفاهم وثيق لدرجه؟ ايه هو تفاهم وثيق، ولكن ممكن يختلفوا على الـ على يعني الديتاي، يعني ما بيأمن الحزب مش قصة او ما بيأمن ماذا؟ يعني مثلا العماد عون كان بده يقيل من 3-4 سنين، بده يشيل الاهوجي، حزب الله رافض. اذا في خلافات بسيطه طبعا على القطعه، يعني على القطعه الصوره الكبيره، على الصوره الكبيره ما بيختلفوا، النظره تبعيتهم للمنطقه ما بيختلفوا، تحالف الاقليات بالنسبه لهم هو شيء ما بيختلفوا عليه، ولكن هيدي القصص البسيطه او يلي بيصير فيها تعداد لعدد النواب اللي ممكن يجوا. نعم. وهل هذا القانون يقصي حلفاء حزب الله؟ هل هذا القانون يضعف من وجود حزب الله في مجلس النواب؟ هذه هي الأسئلة التي تدور في هل بتعتبر أنه التفاهم بين القوات والتيار رتب واقع جديد على هذا الصعيد بالنسبة لحزب الله؟ يخشى حزب الله من القوات اللبنانية بشكل أدق؟ يخشى من طموح سمير جعجع الكبير كثير، بعتقد يمكن وصوله إلى الرئاسة، مش يعني وصوله الى الرئاسه او اللعب على وتر انه انا من بعد، يعني من بعد ما الله يطول بعمره للرئيس طبعا، ولكن اكيد انه القول انه انا الزعيم الاوحد عند المسيحيين والى ما هنالك، فطبعا ربما يخشى هذا الامر، خاصه انه تفاهم حزب الله مع عون اثمر، اعطاه غطاء في التحرك، غطاء لسلاحه، غطاء لسياساته، غطاء حتى في التواجد بسوريا، يعني وخفف يمكن ربما من هذه الحده نوعا ما السنية الشيعية في الداخل اللبناني، لأنه كان في ممثل للمسيحيين قوي موجود وعم بيقول لا أنا مع الحزب وإلى ما هنالك، فهو أكثر ما يخشى هو أنه تتعاظم هذه القوة ويصير يعني القوات اللبنانية في مكان ما تقول أنا أقرر عن المسيحيين وإلى ما هنالك. طبعا هو هل بتشوف في نأزة عند الحزب وعند المكون الشيعي من تقارب سني مسيحي أو من أكثرية جديدة معينة بمجلس النواب؟ يعني وبالتالي هل في صحة لما يحكى أنه كل المعركة بالنهاية هي معركة مع من ستكون الأكثرية المقبلة؟ وهون ساعتها الوزير جبران باسيل وكتلته وكتلة رئيس الجمهورية مع من ستكون؟ يعني طبعا كيف بينحسب هون حساب الأكثرية؟ أولا أكيد في عم بيطلعوا على الأعداد داخل مجلس النواب طبعا. نعم. أنه هذا القانون شو بيوفر لي، هذا القانون بيقصي حلفائي ولا لا، هذا طبعا أمر طبيعي. هلا أين سيكون الرئيس ميشيل عون؟ أعتقد أنه طبعا سيكون الرئيس ميشيل عون والتيار سيكونان إلى جانب أكيد حزب الله. تم حزب الله أعطاهم كل شيء. إذن على ماذا كل المعركة؟ يعني هون كمان السؤال بعيد نفسه طبعاً. إذا معركة. كان الحزب، هل هي معركة رئيس الجمهورية المقبل تحديدا؟ هي فيما يخص المسيحيين، أنت بدك تسمع أنت المسيحيين شو بيحكوا، هي معركة ما يقولون استرداد حقوق المسيحيين. نعم. وأحقيتهم في انتخاب نوابهم وإلى ما هنالك. طبعا أكيد التيار الوطني الحر بيطمح أنه يفوت على المجلس النواب ومعه 30 نايب مش 10، معه 40 نايب مش 20، طبعا هذه هلأ لعبة الأحجام، ومن يستطيع يعني سمير جعجع عنده طموح أنه يكون يعني بلا منازع القائد المسيحي الأول، ليش جبران باسيل ما عنده هذا الطموح؟ طبعا كمان جبران باسيل عنده، غير جبران باسيل يعني في كتير ناس عند الموارنة طامحين أنه يقودوا هالشعب إلى ويكونوا قياديين في هذا الشعب، طبعا أكيد فيهم كمان نوع من صراع، ولكن اللي عم بيخيطوا هو أنه أنا كتيار أو كتحالف كم نايب في يجيب على هذه الندوة البرلمانية من خلال هذا القانون، لأنه إذا بقدر أجيب 45 أو 50 والله أصبح برأيك سبب. أي قانون يعني اليوم يحتاجه البلد لحتى ما نقول يحتاجه السياسيون؟ البلد أول شيء يحتاج إلى تعداد سكاني، هذا ما فينا نضلنا نحن بالضباب،
ما فينا كل مرة يجوا يمننوا فئة انه خيما نحن عاطينكم 50% بس انتم مش 50%، وهذا اللي كتبته كل صار لجمعتين الاخبار عم تكتب بهذا المجال، مقالي ورا مقالي عن الاعداد، عن تعداد السكان، عن التزايد السكاني، عن تضاؤل المسيحيين. احصاء يعني احصاء عم يعملوا احصاء او لا تهديد؟ لا، انه لازم ينعمل احصاء 100%. بدك تبلشي تعملي احصاء، وعلى هذا يعني من بعد ما تعملي الاحصاء بدك تبلشي تواجهي واقع جديد. شئنا ما بين هناك تغيير ديموغرافي، هناك حتى وين كانوا المسيحيين منتشرين بكل لبنان، لو اصبحوا انجا بعيد البقعة الممتدة من 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 الاشرفية لجبال، حتى صار في من بعد الحرب تغيير بطبيعة السكانية تبع لبنان. هذه مقاربة جدية، وهذه مضبوط هالموجودين هالقياديين المسيحيين الموجودين على رأس هذه الطائفة، إذا يعني مشغول بينه على مستقبل هذه الطائفة ومستقبل دور المسيحيين في لبنان، عليهم أن يواجهوا هذا الواقع وأن عليهم أن يقاربوه بطريقة مختلفة 100%. ويقعدوا مع شركائهم في هذه، إن منهم لوحدهم في هذا البلد، ويقعدوا مع شركائهم المسلمين ويقولوا لهم هول مخاوفنا وهالقد نحن عديدنا وكيف فينا نوصل لقانون عادل بنهاية المطاف. طب أنهن الرئيس الحريري أستاذ إلي وقبله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومقولة وقفنا العد 100%. أكثر من ذلك برأيك لخلق هذه الثقة بأنه العد لن يعاود، شو لازم ينعمل؟ نحن ليش خايفين من العد؟ يا عمي عدم العد سيجر الناس الآخرين إلى القول أنه نحن عاطينك أكثر من حقوقك. يا خي خود حقوقك وعلى أساس ابني البلد، ما بقى حدا يمنن حدا، لأن نحن بنظام طائفي بنيت لسوء الحظ، نحن بنظام طائفي. الخروج من الطائفية وبدء تطبيق اتفاق الطائف بإلغاء الطائفية بتقوم لقيامة، شو بتجي لتلغي الطائفية بيقوموا طائفة بتقول ونحن شو بيصير فينا وشو بيصير بدورنا، وشوفوا شو عم بيصير بالمسيحيين بالجوار، وشوفوا شو عم بيصير بالشيعة بالجوار، شوف لا ما عم ترجعي توقعي بها. إذا النظام الطائفي اقتضيناه، تفضلوا اعملوا نظام انتخابي وقوانين بهذا البلد ترضي الأفرقاء وتخفف من مخاوفهم، بس تضلك تقولي أنا بدي نقي 50% من النواب ترجع إلى 1975، كان نظام غير عادل، كان عندك 6 مسيحية و5 إسلام بمجلس النواب، وهذا أدى وهذا أحد أسباب اندلاع الحرب. رفض تعديل هذا النظام، ما توصلوا إذا أنتوا هالقد ضامنين على المسيحيين ودورهم في هذه المنطقة، تعوا إلى قراءة الواقع بتجرد وعلى أساسه تعوا شوفوا حلول مع شركائكم. أنت مع أن يدعو رئيس الجمهورية لطاولة حوار اليوم؟ طيب مشان من شو؟ من أجل يمكن طرح هذه المخاوف على الطاولة مباشرة، أنه اليوم الرئيس عون بعبدة يعني بعد كل هذه السنوات المسيحيين مثل ما بيقولوا قدروا يوصلوا الشخص الذي يقولون أنه يمثلهم. نعم. يعني في معطى جديد بهالمجال. نعم. أنت مع أن يدعو إلى حوار وممكن تكون نتائجه بالتالي مختلفة عن الحوارات السابقة؟ هلا بس تعقيبا على أنه وصلوا المسيحيين، مش يعني وصلوا بس أنه في مين وصلوا بعرف، بس هن لا أنه يعني الموجود بقصر بعبدة اليوم ما بقى فيهم يقولوا المسيحيين أنه هذا الشخص ما بيمثل. لا طبيعي يعني. نعم. يعني بس هو شريكه الأساسي اللي هو حزب الله بالنهاية وصلوا. هلا طاولة الحوار لشو؟ لحتى يقول لهم شو شريكه أو كتلته أستاذ إلي، ما كمان عنده أكبر كتلة مسيحية. طبعا طبعا، ولكن إذا كان ما بده حزب الله أنه يصير في انتخابات كان يعني بعدنا بلا رئيس يعني. وتشبثه بعون أو القول أنه يما عون يما ما في رئيس ساهم إلى درجة كبيرة، وبنهاية المطاف أكيد أفريقيا الآخرين طبعاً. الرئيس الحريري قال أنه كتب روح على الفراغ، لا إذا هذا هو الثمن اللي بدي أدفعه فلا أدفع هذا الثمن. ولكن طاولة حوار لشو؟ إذا طاولة الحوار لنعمل طاولة ونقعد نتصور ونحكي، ومثل ما طلعت طاولة الحوار ببعبدة برئاسة الرئيس سليمان وما أدت لنتيجة، فهذا أحباط يزيد على الأحباط. لا. فلتكن القيادات المسيحية على مستوى المسؤولية والإسلامية بذات الوقت وليواجهوا هذا الواقع المستجد في لبنان، ومش مستجد ومصلوا من ال 91 لهلا، هذا ليس واقع مستجد. ويقاربوا العملية الانتخابية ويقاربوا هذا النظام
من خلال الأعداد والأرقام الحقيقية لحتى أنت تقدري توصل إلى نتيجة، لأنه ساعتها المسلمين ما بيقولوا لك ما نحن 70% ليه بدنا نختار بس 50%، وإلى ما هنالك من أمور أخرى، وربما وصولا إلى تطبيق اللامركزية وتطمين المسيحيين وتطمين المسلمين بذات الوقت، ما كلهم خايفين اسم الله بهذا البلد كتر خير الله كلنا بنضلنا خايفين. شكرا لك إلي فواز على حضورك معنا اليوم، شكر للمشاهدين على متابعة هذه الحلقة.